ايدن جوا في السجن. هلا والله. شو الحال اخبارك؟ يقولون انك غايب في السجن يعني ما في امل يخلص البرنامج. لازم تبر لازم تبر يا اخي. احنا على نهايه البرنامج لازم لازم تبر يا عبد الرحمن. لازم امرك تفضل. اهم شيء نعد الاستفاد. اهم شيء زين. انت يعني ضد اخوك؟ ايه اهم شيء النفاس. خلاص انا الحمد لله ربي رزقني امس في الـ في الـ المسابقه. وهو مسكين اخذ ذا حتى والله اني كنت اتمنى. اتوقع انه جاء اسمه في القرعه يوم الخميس بس اني قلت عبد العزيز. يا سلام ابغى ياخذ 800. يا سلام يا اخي شوف الاخوه. شوف يا عبد المجيد ايش رايك في الاخوه؟ ها ها ضحابك عشان اخوه. مسكين هو اللي يطبخ هو اللي ضحابي. هذا لو اخذ نص حظه هو اخوه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه بلاغ سده وصلت زد رصيدك 12. ما شاء الله تبارك الله. طيب الرصيد عندي مليان. امس طلع ب 1200 من سابقه. الله ما 1200 1200 هذا ايه وخسر اليوم 200. ها يا اخذها مزعج وشب يا عندك طبق من خبق. انا عندك طبق من خبق. الحمد لله من خبق. افتح مايكك يا ابو ضغط. افتح مايكك يلا 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 يلا. كان منخفض بتاكل منحيز. ايش كياس انت؟ عيدها منحيز. عيدها يا بعي يا قلبي. لا عيدها اتكف عشان اثبتها. عيدها اتكف. لا لا ثالثة ثالثة انا وين اثبتها؟ لا ابو علي لا ثبت ابو علي لا. نشا قالها في المكونات؟ لا هو حطها من عنده بس ما حطت انا. هو قال من عنده. يا اخي في غلط يا اخي. جاي تحاسبون عندي في السجن. اسمع انا غلطت من الطبخه عيني عيني. ضغطك منخفض. ضغطي والله. شوف راسي قام يضرب. ليه؟ اكلت لقمه احسب انها حلوه الباميه وطلعت مليانه ملح. وارتفع ضغطك. الله يعينك. ارتفع ضغطك. انك حرستها هي مقطعه والله معي مقطعه هي جاهزه بس غسلها انت. والله زي الفلفل. ما بلمه انا مقطعه. والله شايف يا شيخ. اي والله. الباميه هي جاهزه لك بس الروس شايلها بوص انها هي صغيره. رحت وقطعتها زي الفلفل الاخضر. انا ما علي هذه لعبتي. شو هذه لعبتي ما علي. اتكلم واقول ما علي. انا حاطها لك وانت تك قطعتها. هي لنا صغار. طيب لو ما قطعنا باميه بتقول ملح. لو ما حطينا ملح تقول باميه. نحن نفكه. طيب حل. لا مجال انت بتكفى. تبع الرجال لا. من عيوني. ترى يحلها في خمس دقائق ما شاء الله. من عيوني. اما هذا بيقعد فاقر. ماسك ورقه بيقول خذ. اشوف هذا شروك. اسمع يا عبد المجيد ركب الصوره وانت جالس من هنا. لا لا الله ايش ذا الخويش؟ يمديك ترى. الله يعطيك الصحه. احبي لك يا عبد المجيد. احبي لك يا عبد المجيد. هذه يا سلام. الله ايش الجو هذا؟ والله صعب يا شيخ انت. وش اللي صعب يا ابوي؟ مرتين الخضره ذي يا اخي في اجمل من كذا يا عبد المجيد. الحين بنضيع من العكس ذا. اللي زي بعضهم. ايش ذا يا ولد؟ ايش ذا؟ انت بنقطة هنا. الله 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 ايش الروعة هذه؟ والله بنضيع والله انه صعب يا شيخ. ايش ذا؟ يعني جيت كم ما جيت كم ما رجعت؟ وين ما رجعت؟ وش فيك؟ ما رجعت لي. يا الله فوف 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 فوف. ايش رايك بالله؟ والله صعبة. صعبة؟ مشكلة عكس حرف نعكسه احنا. شوف انا بخليكم صعبة مرة مرة بخليكم راحتكم. انا بقعد يا خلاص تكفى لا تسلم. اي ما اسلم معكم على اساس انك الحين انت بتلخبطنا. يلا حبيبي ما يلخبطنا احد احنا. يا يعني يا عبد المجيد يا عبد الرحمن يعني انت ما رحت المدينه هذه؟ ها؟ معروف المدينة دي. لا يحتاج. لا انا رحت لها في الاحلام. في الاحلام؟ يحتاج يرحل لها انا. يا عبد المجيد ما يحتاج تعال حلها. صف انت لا تصف برا الواد صف هنا. ايش تبي من برا؟ الحين يا ابي قاعد اوريك الصور هنا عشان تكون معروضة كلها. على مخي كمبيوتر.
والله يلا بسم الله يا عبد المجيد. سام كيف حالك؟ أوه. والله لك فترة ما جيتنا يا عبد المجيد. والله لا يبي عدو استغفر الله. السجن إذا مضبوطة السجن فقدك مشتاق لك. هاي عبد المجيد يقول وين عبد المجيد؟ هنا. وين ولد خالتي؟ ولد خالتي خالتي هذه العكس هذا العكس يا اخي. مين اللي سمى اصبر ذا؟ والله يا هو والله هذا واحد فنان والله انها صح صدق تفنن تدري ايش معنى فنان. اي يا عبد الرحمن ها. ما شاء الله بتختم السجن انت ها؟ بتختم السجن؟ لا 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 توقع اسمع شوف بدايه البرنامج ايوه ما كنت اجيك ولا كنت اعترف في جيك. لا والله ما كنت اجيك ولا كنت اعترف اني ادخل السجن فهمت؟ انت الوحيد اللي في البرنامج ايوه انسجنت 24 ساعة. شوف بدأ يركب لي هنا الملعات وين هذا انجاز لي في البرنامج وانعادت عليك مرة ثانية بعد انجاز لي ايوه يعني مرتين انت الوحيد اللي مرتين انجاز فهمت؟ انجاز اي انجاز صح والله انجاز انجاز عاد قد انسجن 24 ساعة لا انا لازم اكافئك حقك سنة هذا الشيء للبرنامج اكافئك انا نعم لا انا اكافئك ها انا اكافئك على فقرتي ايوه اعطيك ثلاث ايام سجن دي هنا هنا حظك ومكافأة حظك خلي ابن حلال ركب والله ما شوف ترى مخطي بالتركيب خلي يركب عبد المجيد ايش فيك يا عبد المجيد؟ يا عبد المجيد ترى يا عبد المجيد ترى تنفخ علي اطير يا عبد المجيد مو بانت لا تقعد ترفع صوتك علي يا عبد المجيد والله مسكين حبي لك يا عبد المجيد يا حبني لك انت قلت خليني في حالي وانا قلت جلست هنا ولحالي وما ابغى اشغلك لأن الصورة صعبة. قل آمين. آمين. الله يشغلك بطاعته. آمين يا رب. وياك إن شاء الله والجميع يا رب. ها؟ كذا مضبوط. مضبوط؟ إي. بس دي غلط. وينك مالت العمار ذي؟ جيب هذيك شاريك. وش طبخ؟ يا عبد المجيد وش طبخت؟ طبخنا هدام بامية ما أدري وش جاب لنا أبو علي. ما تعرف البامية؟ ها؟ ما تعرف البامية؟ لا أعرف لا. طيب. سبع علي الله يهديه. هلا همدة. هلا هلا والله شلونك رجال بخير شلون هالجدد اللي جايين والله الجدد مطرطين ها لا قسم ايه بالله يا صور صعبه صوره صوره بصراحه لا والله ما في اجمل من الصوره هذه اصعب صوره مرت على لا 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 مي اصعب صوره هذه اجمل صوره مرت الحين اتحداك اللي اصعب منها اتحداك تحدي اخذت معهم لقاء ما اخذت معهم لقاء ليه ها ما اخذت معهم لقاء يقول خلوني في حالي ها يقول خلونا كذا ليه؟ ما ادري جايين يحلون صوره بس يعني بس لا حقق معهم ليش خسروا؟ يعني هم اصلا يعني لو فازوا نعطيهم 150 بس 50 ريال لي خصم يا سلام ليه خصم؟ نظام ام نظام نظام يا سلام ام نظام نظام يعني زي امس العمده و ايوه شفتي وش اسمه الثاني سولفنا وسولفنا وشيلات انا والله ما عندي انا نشيد شوف اللي ينشده سولف طيب ها مخي مشغول شلون اسولف معك مشغول ليش مشغول بصورتكم ذي اللي ما ادري وش واسم بالله سامي يا ماي احمكوح لا اخضر 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 ايوه عبد الرحمن ايش اخبارك الله يسلمك مبسوط مبروك على 1200 الله يزيدك يا عبد الرحمن امي يقول اي عاونك تبتعد على الناس اللي حق خصميات لا مو خصميات اللي تقول وش عبد المجيد والدجين لا مو دجين حظه ذا وشو حظه مدحدر ايوه هو حظه ما شاء الله وانت انا مدحدر ابعد عن المدحدرين ايوه يا سلام ابعد عنهم عبد المجيد والله انا بصراحه ما احب اني اجلس يا اخي حرام عليك ايش الصوره يا اخوي ايش الصوره وش في الصورة؟ إيش ذا الصورة؟ مغص في العقل خلاص يعني نلغي الصورة ونسجن نسجنكم 40 زاور وطلان لا أعطونا 200 لا ما نعطيكم 200 ليه؟ والله شوف ذي المشكلة بالوسط ذي اللي تقرقح فيي ذي بالشنابة هي خلي يعيدها لنا هي أجمل حاجة في الصورة هذه اللي في النص خلي يعيدها لنا تكفى يا مرجان خلي طيب إيش رأيك نخليها على الشاشة وتركب عليها؟ اي والله تكفى والله ذينها صعبه حلوه ذي والله صعبه جدا يا مرجان يا مرجان كيف الحال كيف الحال ضبط صورتك انا
صعبة صعبة يا عبد الرحمن. اقسم بالله انا صعبة. ماشي ماشي. انا ضبط ركب الاخضر ده. اكثر واحد داخل السجن المفروض اكثر واحد فاهم في الصورة. اخي ماغي. مضبوط مضبوط شوف. رقد. طب انا بعرف ايش اللي يغيركم في الصورة. المشكلة ذي بالوسط. بس. ومشكلة ذا العكس. وش العكس؟ مسك الصورة فوق بعدين ابو بحر تحت عكس الصورة. يا سلام. احنا ما ندري اللي تحت ولا اللي فوق. لا انك ما انت متعود على صح؟ هذه وين؟ هذه وين؟ هذه هنا على اليسار. هذه في الرياض. العمارة ذي على اليمين في الرياض. اصبر خليني اشوف هذا كروكي. ايه يا اخي. قاعد تعرض منك يلا سوي لك يلا. سالم علي امشي. خلاص حلوه واللي تيجي تيجي هذه. والله مو بجاي الظاهر. تبغى تخسرنا انت. يا اخي ما كنت طلعت زي كذا صور. لا جبهتك. شوف ذي حتى ذي ظن خطا. والله هذا نصيبكم هذا حظكم. حظنا. وش نسوي؟ حظي حجاج ولا ايوه 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 هذا حظكم. جتكم اجمل صوره. اي واضح. واحلى صوره. عاد تخيل يا عبد الرحمن وانت في ذا المكان. ها؟ ايش تقول؟ تخيل وانت في ذا المكان. تخيل ايش؟ وانت في ذا المكان هذا اللي في النص. كويس كويس. ها عبد المجيد ود انا والله عبد المجيد انا جاي لك ترى انت قاعد تعب نفسك تعب ظهرك ما يحتاج خليك جالس انا كنت اركبها من هناك جالس ما يحتاج انا بيلك الراحه يا عبد المجيد دام يشوفك الراحه دام يشوفك مبسوط وانا مرتاح الله يسعدك امين عبد المجيد عبد الرحمن احس ان الصوره ما عجبته والله انا ابو كلب ترى هذا أي منصورة؟ إيه ترى أبو كلب ماركة. والله. إيه والله أنا ماركة. أدري إنها. ما كشيء. كم حد يقول ذحين قال ترى ماركة ماركة وبعدين ماركة. إيه؟ تدري الجكيت عندهم كم؟ كم؟ 5000 أقل جكيت. والله أقلعك أنت والماركة مركب الصور هذا ما تفضل يمش. ما أخذ الصور يوم جاي. إيه ترى ركب جنيك ما منك ترى. وين؟ إيه ركب يلا. إيوه. شوف شوف. كنت تقول ما أدري وش ذا ماركة. الصورة هذه. سهلة جدا بس انت يبغاك تركز يا سلام شفت كل ما تركز ها كل ما تركز صدقني ما تقلق بس يا مدير لا تقول لي ماركة وما ادري ايش شفتها ها سهلة اهدا سهلة تعال احل بدل قال له لعلك خلصت يلا قم تعال الله يوفقك على القوة طيب والشارع ذا فاضي يقول الشارع ذا فاضي مكان البديع عشان يقيرون طيب كلم البديع يجعلها دوم هالضحكة يا مرشد يا وش رايك يا اخي الله يديم ايامك ان شاء الله بفرح وسعادة باقي واحدة هنا باقي واحدة هنا صاحب طيب الشارع هذه شوف شلون حاطط هناك شفت ها يوم ركزت حليت بس باقي ليش تقول صعبة ليش؟ شوف اللي دائما دفها دفها دي دفها لا 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 وين دفها؟ لا لا غلط 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 الله يهديك خليك رمك هذه في النص صح علي ذيك خلها كذا صح علي ترى خذ ايه يقول له خذك خذ الذكاء من اصحاب الذكاء يا لا 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 لي يا لا لي يا لا 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 هنا في عمارة ولا ما في عمارة؟ هنا خل هنا الشارع خلي شارع باقي البلدية ما شاء الله خلي شارع باقي خلي شارع باقي هم ضعين رافعين الأوراق وباقي يعني مطولة الشغلة مطولة إي الشغلة مطولة باقي هذولي 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 كم بقي وقت طال عمرك؟ ها؟ كم بقي وقت؟ باقي رزق معك باقي كثير خير واجد طيب تبي 200 بدك تساعدني تبي 200 اي والله نودي بها ما اخذ 1200 زيادة الخير خير هنسعى هنسعى للنهائي طيب والله يحقق مبتغانا اللهم يا رب يا رب يوفقكم ان شاء الله ويحفظكم وتجيبون يعني المركز الاول لا افضل من اللي انت بيه يعني وش تبي يا الله يا رب ايش تبي هنا المركز الاول باذن الله حلو الصورة ايش رايك؟ لا هذي شكلها هنا صح؟ شكلها إيه. شكلها والله اعلم وهذي حطها هنا. يا
ايوه عبد المجيد يا طويش بسألك سؤال. والله اني تلخبط. تبي لي صوره؟ كم لنا اليوم ما شاء الله في البرنامج؟ والله ما ادري. ما تدري؟ لنا عده ايام. طيب وش الاشياء اللي تشوفها تستفد منها في البرنامج؟ شوفتك. لا 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 تجابني ولا جابك لا امحط بشنك في الطويل. اسمع يعني انا قصدي في البرنامج. مو في الفقره في البرنامج. بشكل عام. هل انك استفدت؟ انت قبل ما تدخل البرنامج ممثل صح؟ اي نعم. ممثل وشو؟ ممثل تلفزيوني وممثل مسرحي. طيب هل تشوف انك تطورت؟ اي اكيد. وش المميز؟ وش الاشياء اللي تطورت فيك؟ هذا الباس يعني استفدت منه شيء كبير الله يعطيه العافيه. حلو الله يعافيك ان شاء الله. واللجنه اللي تجمعهم الحكام. حلو. يوجهونا على اشياء يعني ممكن احنا نصير جاهلين بها شوي. طيب بصراحه ايش الشيء اللي في القريه يعني ما راح تنساه؟ والله كل شيء. كل شيء كل شيء. شيء فائده لك انت. هذا احس انه خطا. لا ما هي خطا. هذه غلط. لا لا خطأ. شكل زلب. مي خطأ مي خطأ مي خطأ. شكل زلب زلب. خطأ خطأ خطأ. لا مي خطأ. الله يستغل العدو. العدو مو بنت. توقع انه زلب زلب كذا كذا عكس. هنا اصلا غلط من البداية. قبل اعطونا الوقت. لا لا تكفى لا يعطونا. يعني قبل شوي هذه كلها يعني الحين دي كلها غلط. والله شكله. يعني الوقت كله راح كذا. ده خطا. هذه عبد الرحمن دقيقة. ها؟ دقيقة عبد الرحمن. ايه هذه عبد الرحمن. باقي دقيقة. هذه. صدق عبد المجيد أول مرة عبد الرحمن يركز الصورة ويحل. يعني هذا أعتبره تحدي. تحدي؟ مع مين؟ مع الصورة ولا ما هي ولا الصورة جايبين أصعب صورة مرت على لا لا مو أصعب صورة. تعلم في أصعب منها؟ لا ما في. اللي جاي لا ما في. لا أنا بتكذب بعد. شفت يعني أبو علي هناك. شفت الصورة اللي دخلت فيها هنا؟ أصعب من هنا، ما أصعب من ذي. إيش الدور؟ إيش الصورة اللي دخلت؟ مو في هي. أنت كم سجنت برا؟ شو هذي؟ ما بينا. 20 مرة يمكن صح؟ شفتني أذكى منك؟ اي انا خبير في السجون لازم تكون اذكى منه. انا ما عمري دخلت. يا سلام يا سلام لا تقارن يعني واحد يمر يجي كل يوم بين الاسبوع مرتين ثلاث مرات واحد يجي بين فتره وفتره بين شهر وشهر. لا مين بين شهر وشهر. لا عدنان كذا اوفر جدا. بين اسبوعين يا سلام. اصلا ما بيفوز اليوم بالمطبخ. من هو؟ انا. ليش؟ اللي فايز قبل امس. متى فايز قبل امس؟ مع مين كنت؟ ضد من؟ نسيت والله. بس 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 تنسى بسرعه انت صح؟ بس مجبور. ليش تنسى بسرعه؟ طولك ذا كله تنسى بسرعه. روح عشان مخنا ينزل تحت. يطول يوم يوصل. شكل الصوره ناقصه يا ولد. هات 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 الصورة ناقصة. الصورة ناقصة. بس يقول الصورة ناقصة. هنا باقي واحد يعني. باقي واحد رمضان. ممكن تعطيني هذا اللحاف لحافي بردان يا قلبي. لا مو بردان بس هذا يعتبر لحافلي ما شاء الله. يا رجل آدمي تبغى أرندك على جبهتك أنت. لا لا خلاص طيب بس هذه خلصت الصورة. ترى نص الوقت راح. ولا شيء. انتبه خلي بالك خلي بالك خلي بالك. ترى أنا صلحت لك دي يا عبد الرحمن. ترى ما أنا صلحت دي. شكرا لك. عفوا عفوا. تعبت طال عمرك. الله يعطيك. لا تعبك راح يا عبد الرحمن. تبغى تجلس تصلح لك؟ ها؟ تبغى استحسن ذا. شو رايك يا عبد المجيد؟ عبد المجيد حبيبي، عبد المجيد اسمع، انا والله ما احس في ظهرك تتعب وذا، ما تجلس، انت صوت جالس. ترى هذا شخص يبغى ياخذ. انا مرتاح دمي، اشوفك مستانس مبسوط. حرشتني يا اخي. والله حرشتني. انت انحرج. مو من هنا ذي راجل خير. ها من وين؟
ترى قربت سنتين يلا لا لا شوف وتخيل كلها تخيل دي كلها غلط والله اي اكيد بسرعه تنجلد ها تنجلد انجلد ليش؟ وش دخلني انا؟ من اللي مركب؟ انا ولا انت؟ مو انا اللي مركب هنا باقي واحده هناك ثنتين يا سلام هي بناقصه خلاص لا على كيفك هي الا صح 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 لا وش لون ذي هنا؟ صح بس صح يعني في غلط هذه صح اللي هنا غلط ولا عكس هذه تحت هنا يلا 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 هذا انا اتوقع لحظه لا هذه ما واضح ناظر يلا خلينا نساعدك يا عبد الرحمن نكسب اجرك ما عاد يشوف ما عاد يشوف ما عاد رايق يا ولد ايش يعني كنت ابغى تدحرجنا على وجهي يا اخي ايش ذا الحركات ابغى اطيح اخوي ايش ذا الحركات عشان تتعلم عشان تخسر عشان الوقت انت وباقي وانتهى الوقت وتخسرت بس دي غلط دي غلط يا انت يا عبد الرحمن من جد سم يا عبد المجيد سم يا اخي انت يا عبد المجيد سم ولا الذكاء ولا ال ها عبد المجيد ها عبد المجيد ولا الذكاء هيدي هون ولا الذكاء هيدي هون يا زلمه تقول يا سلام خطا 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 خليني اسلك يا سلام صدق انها شدي صح عليك صح عليك شدي صح عليك ارفع ارفع اي لان هذا شوف كيف متساوي شفت انا يعني لين متعلمك خلاص انتهت لا هذيك قدامك لا ما اظن يا اخي شلون تجي كذا فيه شيء هنا ترى السحب مب لونه اسود طيب شوف ذا هذه خطا هذا هذه لونه مو زي كذا هذا هنا هذه هنا شلون في كحليه ايوه في بني لا اتوقع هذا هنا يلا ساعدكم لله ناخذ اجر الله يجزاك خير الله يحسن على النهايات ها يعني اللي ساعدتهم ساعدهم هذا اخر الحركات لا لا انا ساعدكم انا باخذ اجركم يا عبد الرحمن لا تقول بساعدكم عمود وين عمود ها يكفي اني ما قروشتكم ولا طيب ليش متساعد خليكم راحتكم يا عبد المجيد الله يجزاك خير يا عبد المجيد يا خانة والله بكتب تحت ركبها من هنا شوف هذه كحلية عشان تقارب خل خل يا لا 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 يا لا خلاص يا باردين يا نايمين الصورة الصورة ما في أسهل منها لو أنا كان خلصت هيدا فيها غلط آي لك خيو لك هيدي فيها غلط عبد الرحمن تعرف تمثل ها تعرف تمثل ايه يعني دور ايش دور دكتور دكتور يعني انت ما يجي عليك الا دور دكتور بالله ايوه اشوف انا مخرج انا ترى والله والله كنت ابي اصير دكتور لكن كيف لا خلاص خلاص مضبوط مضبوط هون مضبوط هون مضبوط مضبوط بس خلاص عاد انام لا وش تنام خلاص خله ينام يروق يا اخي رجال واثق إيه صح ولا لا واثق زود يا سلام بس تعجبني الثقة هذا بس تعجبني والله شوية يقول اعتبره تحدي لنا يا مجيد فزنا بشر تحدي بيش فزنا تحدي بيش الوقت خلص اصلا الناس ايه الناس تصلح الصورة بخمس دقائق في دقيقتين واصعب من كذا من مبالا جبهم لنا تكفى ها جبهم لنا خلاص طلعوا ارجعهم السجن خلي هذه عبارة عكس بس وين منك؟ لا لا صح هذه هي هذه صح هذه صح وهذه هذه غلط صح يبغى لها عكس هنا هذه هذه اتوقع انها ترى فيه غلط ها؟ في غلط وين؟ بالطبيعة المفروض يجي لها عكس هنا طيب اصلحها لكم يعني ايه ودي الورشة ما في عكس وين ورقة الاصلاح؟ يعني كذا ناخذ 200 200 الغلط وين ورقة الاصلاح؟ ها؟ شوف ورقة الإصلاح فاللي سووها عندهم لا لا ما في شيء غلط احنا ما له غلط معصومين بالله معصومين على غلط ها على غلط معصومين على غلط لا لا انا اقول لك نغلط احنا
بس الحمد لله احنا واثقين في الصورة. طيب واثقين في الصورة هذه احنا واثقين في الصورة. اي صح 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 ولا لا؟ ما عليها اخبار. ما عليها اخبار؟ اظن ما ادري يا اخي. قل لا في عمود هنا شكله ذا شكله ذا عمود. لا لا لو نزلت متري متري طيب احنا حطيت كذا اختلفت ذي طيب ايوه يا سلام يا طيب. سلام روح جيب شو اسمه ايش غيمة سودة هنا راح اجيب ال 200 اقول معك وانت ودي ها هنا والله جابة والله جابة الدين هذه والله انها جابة اي والله قيل لك العمود ما دازي هنا. والله انها جابة لان شوف انت باول حاطين سودة صورة سودة يا العمود هنا ما دازي انا عشان كذا غيرته او كان هنا حطي صورة سوداء لازم اشوف ها ايش رايك مزيد اعطيك بدل 200 ها خلها 200 اي ندري ايش رايك انا اوه ماي جاد خلاص تعريح يا ابو خلها 200 ها خلاص كذا مركزين ها متاكدين حول الله اكيد متاكدين معنا يسطر تاريخ زد رصيدك هنا اصعب صورة في السجن وحلها عبد الرحمن ال زايد عبد المجيد الطويرش خليهم يسطرونها سطرونها وين؟ مسطرة سطرونها في نجاحات لوحة نجاحات قلوا انت بلا تصيح يا حبيبي هذه أسهل صورة مرت تحطها في ذمتك؟ أحطها في ذمتي ليش؟ بس هذه أصعب صورة ترى خاصة بي تسمى ثلاثية أبعاد فهمت؟ يا عز هذه تسمى ثلاثية كيف الشعور كيف الشعور تحت؟ والله ما جربت هذه تسمى ثلاثية أبعاد وهي في الرسم الهندسي في الداء من أصعب شيء شوف كم لنا هنا اليوم؟ 80 يوم تقريبا بهمتك أنا أشوف أن هذه من أجمل الصورة جتني من أجمل من أصعب لا اسهل صورة عندي الله وش الاسهل العكس اسهل خلاص خليهم يطلعون الذي ونفكه ويروح حلها لحالك خلاص تفكه ويروح حلها بعد ما يطلعون صورة وانت طب انت متاكدين من حلها صح ولا لا؟ كنت متاكدين قبل تهايط وبعدين انت عاد كذا تاكد هو قل له ترى ابغى ترى ابغى اضربك لا يهمني ترى لا يهمك لا يهمني لا يهمني يهمك طولك لا يهمني لا يهمني خلاص ها متأكدين اي خلاص اطلع الصورة طلع بس ولو في غلط بسيط تتحملون شوف صورة واحدة طيب شوف صورة واحدة اخليكم شاهدين شوف صورة واحدة انا والد وراك يا خويس الله يقوم اما طلعت يا اخي اجلس قل لا ما عليك انا بدي اخذ نظرة فهمت ما عليك ما احتاج نظرة انا ما اخذها احنا واثقين مع النظرة ذي خليهم يطلعونها يلا 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 اسرع 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 لا تخلص كلامك اللي قد طلعوا يلا يزيدوك ايش؟ عندنا 200 ساعة خليهم يطلعونها عامر عامر مرجان اقصد خليني يطلعونها أيوه؟ بعدها نفكها انا ومجد وحلها يا اسهل صوره كم تعطيني؟ اعطيك انك سجان ممتاز وش الفائده؟ علمك بعد ذا شاء قاعد اعطيك فلوس الحين اعطيك بعد ذا اللي تبي يلا شوف الكلام بيني وبينك كلام بيني وبينك ما حد يسمع لا ما حد يسمع جميل ايوه تعبه وسكن صعب تعبني من ظهر يمين والرجال يعني انا قاعد اقول له خليك قاعد في الصورة قاعد قل له بقول بيتعب قلت دوم 150 خليها 350 عشان ما نظلم حقنا مطبخ المطبخ 400 احنا 350 يفكر يلا استعجل يا مرجان استعجل تكفى مزيد استعجل والله استعجل وين تروح؟ تروح تنام انا لا ما بروح انام ابغى اتغدى والله جعان خلاص جعان وعندي شغل اطلع عادي اطلع ترى تأكد بالصورة ها؟ تأكد بالصورة يا خليني متأكد ترى انا بلدغ صورة واحدة والله ابيتك يا عبد الرحمن
صورة واحدة والله بيتك. يلا 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 باي دخل سجل طابع طول الصورة. يلا ها يلا شوية دقي اصبر خلنا نتأكد. تأكد عبد الرحمن متأكد 200%. يلا طلعوا بس طابع عطني يلا شيلة قصيدة عشان بس عجبني البوت. تقول الله يطعني وقول الله يسبقني جنوبي إن ثارهم على غيب جنوبي وأحس إني ليا قالت فديتك يا رب ربي ترى قصبي جبال بها مع الريح الشمالية ولا ادري ليه تسري بي هواجسي وتبعد بي اذا قالت اسامى فيك يد حيم يجي فيا تبكرني فدايا وتمسي بي وتصبح بي وقمر قص مع نغماتها خطوة جنوبية. سلامتكم عاجت بلادنا الله عاجت سعودية الله يحفظ بلدنا كمل يا اسلم. يلا انا بكوش بداية عشان ما اعرف عشان ما ادري انا سويت الازعاج على الفاضي. لا خليني خلي يقول لك طيارة طيارة اكمل البيت حقي ولا شيء كمل البيت ايش اللقافة يعني ما يكمل غيرك قول لك يلا عطنا شيء جديد خلاص انا ما عجبتني ذي. طيب يلا صريح روح شوي واسمعني ثواني عاشقك بحار عيونك مواني. الله هذا ان شاء الله هذا مطلع العمل اللي بندشنا. طيب وانت ما عندك شيء تسمعنا نبي جيد سمعنا يلا. طيارة لا 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 يا لا 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 يا لا رجال يا مرجال الكنترول كله منطرب لما صوتك يا خاطري ما يفيد انا بسرعة بسرعة يا مرتضنا يا حبيبي انا مبسوط اليوم تكلمت لا لا انتم خلاص انتم متأكدين ان هذه مركبينها وذا خلاص يلا عطنا لا خلاص والله شينا يعني من بداية شل معي يا اخي الموال مرتد جل نسكت هذه مؤثر خلك ذكي مؤثر ها حبيبي ما في مؤثر انا فزلت يلا 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 عامر اشتري شلمي تكسى علينا يا زمان الطفولة الله يا محلك يا عشق الاطفال صدق النوى يا طيرش يا مجنون يلا 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 خلاص خلاص يا حب ليك يا ولد لازم والله نشوف سوينا نروح انا وانت مثلا ها عندي لك مشروع تخيل عاد انت اطول رجل في العالم شمقمق وانت اكثر رجل شمقمق هذا شوف ما شاء الله وانت اكثر رجل هلا والله مشروع والله بيتصور معنا ما شاء الله نم خلاص في القرية كفو يلا يلا طلع الصورة ايوه هذه الصورة يلا يا سلام فيري جود فيري جود يس صدقني ما في غلطة واحدة لا صدقني ما في ولا غلطة ولا غلطة طيب ولا غلطة شوف كيف الصورة شفت كيفية انا بعثرها صح يا انا صح لا ما بعثرها خليني اسوي ولا تسوي اي حاجة شيلوها خلاص يعطيكم العافية صورة جميلة في خطأ تحدث انكم تشوفونه هم يقولون الحين شو يقولون هم يعرفون خطأ يعني خلاص عرفوا عرف انه صح بالغلط اه يا رتال الحلام خلاص بس خلوا خلوا يشوفونه بالكنترول خلوا صوره غلط خلوا يشوفوها يا خلاص تعال نحلها يا يا الغلط صوره غلط تعال نحلها انا اشوفها غلط عيونك عاد لذيذ ما
يهم يا رجال دام. ايوه كمل كمل العقد. كلمني. دامك مبسوط ومستعد. انا مبسوط انا شوف دامني لزيت. كمل المشروع. ماذا تريد؟ مش رايك اذا خلصنا الخريج نروح. خلاص. ايش تبي؟ ناخذ فلوس ونحج. رجال ما يدفعون دول. الا يدفعون. ليش والله يجردوننا دول. هذا واصل 1200 امس. والله ما يدفع. واليوم بياخذ 200. صبر معنا تدفع 250. ليه 250؟ يعني 1450. اه واليوم بياخذ 200. والله ما كان عندي سكراب. يمكن ياخذ 200 صورة. تصور معنا بعشرة؟ تصور معنا بعشرة؟ يا. لا تجيب فلوس يا حبيبي. تلعب علينا. الله يعطيك معشرة. اي اجل وشو؟ طيب كيف؟ جيب ذات تلحف. جيب جيب ذات تلحف فيه. ها؟ شو عم بتقول خير؟ بطنية بطنية حقي. طريق طريق حقي. ايوه. ما شاء الله تبارك الله. امسح معك. ايش كان سويتين؟ والله. طيب طيب خلي شيلني وودي لك الشيك على الصورة. ها؟ طلعني فوق الشيك على الصورة. يا ها بتحل أنت؟ يا أنا يا فاهي. إي أنا شيلني وودي هناك يا فاهي. أوه أشيلك. والله فاهي. حسيت تقول شيل الصورة كلها. والله فاهي والله فاهي. حط حط حط. لا ترى مكسور مكسور. لا ما جديدة. ولا مكسور. جديدة جديدة. فيها عرقلة فيها عرقلة. جديدة. فيها رجل مكسورة. فداك يا مرجان. والله العظيم يجيك كسرتها حطها في جنبي انا مسكين. فيها رجل نايمة. طيب ضرك قالت لي خصم معك 10000 ما دخلت براي. فيها رجل نايمة. عبد المجيد. اسلم. انطلق مع الباب. وش سوينا طيب؟ اه. اخذنا 200. اخذ صورة صح. صورة صح؟ يلا حل حل. وحليت الصورة والله. يلا يلا يلا. ما شاء الله تبارك. تعال. موضوعك وصل خلاص. لا انت كذاب. من هنا ما شاء الله. بالله بالله يا طيرش طيرش بالله خليه يطلع الطقطقي خليه يزحل بالله خليه يحل مرجع من تبي تطلع ولا تقعد؟ سؤال تبي تطلع ولا تقعد؟ خليه يزحل خلاص مشينا شفت انك متقدها؟ سجل 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 شفت انك متقدها؟ متقدها انت يا؟ انا ايش في ذا معصب؟ روح تحل الصورة عرفت منك على قلبك كفو فزع حقي حقك اي والله بتقع غيور غيور خلينا اطول واحد واقصر واحد اي غيور غيور شوف غيور اقول له ايه اقول له تعال شيل لي ليه تظلمني؟ ها تظلمن ترى بيدخل كوبايه يا مرجان يلا لا طلعت فيها يلا لا الف اعطيناها كوبايه يلا هذا لا ايش قاعد اقول هذا اضرب بالعصا العصا تنكسر ما شاء الله اهدى يا ابوي ها اول مره اول مره اشوف في العالم مساجين يطلعون بالعصا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله لا يضرك يا عبد الرحمن وياك الله لا يضرك يا لامبورغيني لو جاك شيء تعال عندي و بروح معك خذ معك يا مرحبا يا هلا والله خذ معك تعال اركب معي تعال تعال اركب معي هنا كستك دك سكرت ياك بجلي حاله هنا اصبعك مو برجلك